من زمان كانوا الناس يؤمنوا بالعجايب، ما هيك؟ أنا ما بأمن بالعجايب. روبي خباز مثل عادة على علامة. أستاذ ورقتي أنا وين؟ ما سمعتني عم بحكي؟ أنا ما بأمن بالعجايب. في عجيبة بورقة سامي؟ ورقة زميلكم ناطرة بمكتب المسفلوة. سوري أستاذ ما عم بفهم. طلبت منها تفهمك. معقول فجأة نقرأ مسابقة لكعب الصف كأنما نقول حرفيا عن ورقة رودي خباز ونصدق إنه هاي عجيبة؟ أستاذ تفضل. صارنا مدة أنا وسامي عم ندرس سوا. بهنيك عنيتك الطيبة، حجة لطيفة لتساعد صاحبك، بس علي أنا ما بتمرق. هيدي الحقيقة أستاذ. أكيد من مصلحتك تقول اللي عم بتقوله، أنت ما ناقصك شي. حربوق أستاذ، أنا معي خبر إنه سامي عم يدرس مع رودي. والله؟ أنت ليه ما عم تعمل ذات الشي؟ بيتهم ما بيساع. عن جد عم بدرس كل يوم عند رودي، صار نفاني كتير. رودي تفسيره واضح وبحب يساعد رفقاته. مبين بحب يساعد، واضح من اللي سمعناه هلا. ما بدك تصدقني يعني؟ ما بقدر اتجبد وصدقك. يا عمرك ما تصدق. قدامي على الإدارة. بعرف روح لوحدي. قدامي! ما بدي. بروح لوحدي. اتركوا علي. هالولد صار لازم عيني فيها. أو استئصال من جسم المدرسة. أستاذ شادي، يمكن معك حق باللي عم بصير مع سامي لطفلة، بس ما تنسى قضية صف البريفي عم نحقق فيها. معلومات ما بتشجع. كان معك حق صار الحق عليك. والأستاذ شادي ناطر هيك فرصة. أنا مش خايفة على سامي. خيي بصف البريفي خبرني إنه صفهم قدم شكوى بالأستاذ شادي والإدارة مزعوجة. إذا في هيك جو بصف غير صفنا الشغلة بتطمن. كل ما تلميذ مش نافع يوقع حاله بورطة، انت او استاذ نديم بتكون تدافعوا. شو هيدا مبدأ؟ انتو مع الغشاشين والكسلانين ضد سياسة المدرسة؟ سامي انظلم بهالقصة. ورقته عندي، ملاحظات الأستاذ واضحة. هيك تلميذ ما بيقدر يكتب هيك مسابقة. سامي تحسن بكل المواد، ليش الأستاذ ما بده يقبل هالحقيقة ويشجعه؟ تحسن بالمواد أو بطريقة الغش؟ صدقيني سمعت له شفهيا. كمان بدنا نتهمه أنه عم ينقل عن رفقاته شفهيا. عسيت الشفهيا، بتعرفي شو قال له للأستاذ؟ شو ما يكون قال له، صبي مظلوم مش قادر يبرهن حقه. قال له عمرك ما تصدق. ايه نعم، تلميذ صرخ بوجه استاذه قدام كل الصف وقال له عمرك ما تصدق. شو جوابك؟ جوابي بصراحة عمره ما يصدق. مش حلو منك استاذ. بتعرف تلميذي بحبوني عم بتحرضن علي؟ ما هيتك ربحان جميلتي، تلميذ ما بصدقين كيف يخلصوا من صفك. هذا اللي عم تحطوا له نيابي عقلهم، مش عيب عليك؟ إذا أنت مش لبالك تعلم ترك الشاطرين يكفوا شغلهم. مين مانعك أستاذ؟ من جهتي أنا صار لي زمان تعودت نسي حالي إنك زميلي. فيك تقلي مين اللي ساعد تلميذ البروفيه يقدموا عريضة ضدي، أسلوبها أكبر من عمرهم يقدموها للإدارة؟ أنا. أنت؟ وما تنسى، أختي الصغيرة سنة تلميذتك بهالصف ورح تشهد قبل غيرها. هيدي عملتك لكان. اللي ناوية أعمله بعد ما بلش. هالمرة ما حدا رح يقدر يدافع عنك. الإنذار الأول منضمه للإنذار الثاني، طرد 7 أيام. وإذا هالقصاص ما نفع، أول غلطة من هالنوع بتكون نتيجتها طرد نهائي من المدرسة. ولازم تفهم إنه التلميذ المطرود وين ما يروح يتعلم مدرسته الجديدة رح تطلب إفادة عنه. عندك فكرة شو منكتب على إفادتك ساعتها؟ فهمت؟ أنا فهمان مس،
بس المصيبة انتو ما بدكن تفهموا. سبعة ايام مطرود، سبعة ايام شي بهمني؟ واول غلطة بتصير منودع المدرسة والدرس وعهل معدل، اكيد الغلطة رح بتصير. شو بدك يعني نتبهدل بين الناس؟ تطلع بلا علم. بابا ما بيهمك تسمع من سامي شو صار. تمام، شو بدنا نسمع تنسمع؟ مطرود وهيدي تاني مرة بذات الفصل. ما بدك تدرس ماشي الحال، قلة ما نحن متكلين على درسك بس تبهدلنا. ما انكسرت. شو؟ الأستاذ بدو ياني انكسر قدامه، ما انكسرت. رايح على المدرسة تتمرجل على سلسي؟ معناته يتمرجل علي. خيي ما انطرت، استاذ واحد ما حدا طايقه عمل فيها الضرب، كل الاساتذه التانيين مش موافقين. لدانا موافقه تما يبقعوا الاستاذ، بقيه الاساتذه رح يستقبلوا خيب صفهم ويقيدوه غايب للشكليات. مزبوط هالحكي؟ شو فرقاني معك؟ قلت لك ما انكسرت له. رجع لهون، بيك عم يحكي معك. بي مشغول وانا كمان. باي. شو بك تركته يروح؟ ما فينا نعيش عمرنا وعمر ولادنا بذات الوقت. ابنك صار شاب يدبر حاله. انه صحيح يا بنتي المعلمين قبلوا يستقبلوا خيك بالصف؟ كلون من عدا استاذه المعقد. والانذار؟ قلتلك شكليات. ليش ما حكي؟ تركتوله مجال؟